وللمزيد حول اجتماع قاآني بالإطار التنسيقي ثم بالصدر في الحنانة وما يمكن أن يحققه في ظل استمرار الاحتقان بين الميليشيات وعدم التوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كما تابعتم، بعد أن خرج قآني من اجتماعه بالإطار التنسيقي توجه إلى الحنانة للقاء الصدر، هل تتوقعون أن ينجح قآني فيما فشل فيه 4 مرات سابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حد الآن لا نستطيع القول بأن قآني يقترب من تحقيق نجاح في مسألة إقناع الصدر بالتخلي عن شرطه. الصدر بالحقيقة ينادي بما يسمى حكومة أغلبية وطنية، لكنه في الوقت نفسه لا مانع لديه من أن ينضم إلى هذه الحكومة جميع أطراف الإطار التنسيقي باستثناء ما يسمى بدولة القانون بزعامة نوري المالكي. فإذا هناك حجر عثرة أمام عدم النجاح الذي يشهده الآن الحوار أو الضغط الإيراني على الصدر. هو الحجر العثرة تتمثل بمسألة المالكي وما يسمى بدولة القانون. إذا استطاعت إيران أن تنجح في التوفيق في هذه المسألة، فأنا أعتقد أن الصدر سيتخلى عن ما يسمى بحكومة الأغلبية الوطنية. نعم. وهناك سيناريو آخر هو أن التنسيقي وبمعاونة إيران سيسعى لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك بها الجميع، يعني على غرار الحكومات السابقة، وبذلك يضمن التنسيقي لنفسه موطئ قدم في هذه الحكومة. نعم. نعم. هل تتوقع أن يحصل هذا السيناريو الذي تفضلت به ويقبل به الصدر هذه المرة تكون مختلفة عن المرات السابقة، أم أنها ستكون محاولة فاشلة جديدة؟ لا يمكن التكهن فيما سينتهي إليه مقتدى الصدر، لأنه مقتدى الصدر عودنا على قرارات تبدو أنها قرارات ثابتة وقرارات متعنتة وقرارات متشددة، لكن لا يلبث بعد حين أن يتراجع عنها ويمارس مرونة تجاه الضغوطات. نحن نعرف جيدا بأن مقتدى الصدر لا يستطيع مقاومة كثير من الضغوط الإيرانية، لأنه بالأساس يعني مقتدى الصدر لا يمكن أن، كما قلنا في مناسبات سابقة، لا يمكن أن اعتباره أصبح في منأى عن الدوران في الفلك الإيراني. هو واقع تحت تأثير إيران أيضا بهذه الدرجة أو تلك، ولديه ممثلون والمرجع الأعلى لهم أو الذي يقلدونه هو السيد كاظم الحائري، موجود في إيران وهو موالي ليؤمن بولاية الفقيه وموال لإيران ولعلي خامنئي. نعم. المرشد الأعلى. نعم. فلذلك الصدر لا نستبعد أنه في النهاية سيرضخ بهذه الدرجة أو تلك للضغوطات الإيرانية والتراجع. تمام، ولكن مقابل ماذا؟ يعني ما هي الصيغة التي يمكن أن ترضي الصدر ويقبل من خلالها بمشاركة المالكي في الحكومة؟ المالكي ليس، الصدر ليس عنده مشكلة مع كتلة المالكي، وإنما عنده مشكلة مع المالكي شخصيا، يعني مسألة مع المالكي نفسه. فإذا جرى تحجيم امتيازات المالكي، لأن المالكي حسب ما عرفنا من خلال الأخبار التي رشحت من اللقاءات ومن الشروط التي يطالب بها الصدر، أنه المالكي يريد أن يكون نائبا لرئيس الوزراء، وأن يكون له عدد جيد من ممثليه في الحكومة المقبلة. الوزراء. نعم. فإذا جرى تحجيم دور المالكي وامتيازات المالكي وتحجيم أيضا عدد ممثليه في الحكومة المقبلة، من الممكن أن يقبل الصدر ولا يمانع بأن ينضم أيضا تيار دولة القانون
نعم. إلى التوافق الحكومي. نعم. في المقابل نور المالكي حمل جهة لم يسمها، لكنه أشار إلى أن هذه الجهة معروفة للجميع، حملها مسؤولية اغتيال رجال الأمن والقضاء وما إلى ذلك. هل هي محاولة استدعاء ل يعني بعض القضايا لإحراج الصدر الذي يروج أنه يحارب السلاح المنفلت؟ نعم، بما أن المالكي محسوب على الإطار التنسيقي فهو ينطلق من موقف الدفاع عن الإطار التنسيقي. لماذا؟ لأن الإطار التنسيقي هو المتهم بعملية الاغتيالات والانتهاكات التي حدثت، وهذه الانتهاكات التي حدثت معروف لكل العراقيين بأنها صدرت من الميليشيات، والميليشيات ممثلة في الإطار التنسيقي وبشكل خاص من قبل جماعة الفتح، جماعة العامري. والمالكي فالمالكي بالإضافة إلى كونه يدافع ويحاول أن يرد التهمة عن الإطار التنسيقي الذي يحرك هذه الأعمال، فهو يحاول التلميح أو الهجوم على التيار الصدري بالتلميح إلى أنه هو وراء هذه الأعمال العابثة بالأمن. لماذا؟ لأن الصدر أو التيار هو له تاريخ عريق في مثل هذه المسائل، لا سيما في مسألة الاغتيالات التي حدثت في 2004 و2005 امتدادا إلى 2006 و2007 كما نتذكر. ونعرف أن الجيش المهدي هو الذي خرجت من تحت عباءته كثير عدد كبير من هذه الميليشيات التي تعبث بالأمن هذا اليوم. نعم. هل يعني تنظر إلى تحذير إياد علاوي من اندلاع اقتتال داخلي في العراق على خلفية خلافات الميليشيات على المناصب؟ هل تتوقع أنها يعني تحذيرات جادة وأن الأمور قد تذهب إلى هذا المستوى من الاقتتال، أم أنها محاولة للتحذير من وقوع تلك الأحداث؟ إياد علاوي عودنا لا سيما في الفترة الأخيرة إلى الإدلاء بتصريحات هلامية من هذا النوع، يعني تحتاج إلى المزيد والمزيد من التوضيح. لا نعرف من أين ينطلق، من أي منطق ينطلق إياد علاوي بهذه التكهنات، لأن المشهد يدلل على أن الميليشيات في حالة منسجمة مع بعضها. يعني الاقتتال هو الاقتتال المتوقع، ربما يعني يلمح إلى اقتتال بين أطراف مسلحة داخل البيت الشيعي الواحد. أنا أستبعد ذلك جدا. لماذا؟ لأن هذه القوة بالحقيقة منضبطة، يعني مهما كانت هناك خلافات وتناقضات سياسية تبدو حاليا، لكن في النهاية هذه القوة منضبطة بأكثر من صمام أمان. هناك صمام أمان الأكبر هو صمام أمان إيران، هناك قاهاني، هناك المرشد الأعلى، هناك كثير من المراجع الشيعية المقيمة في طهران وقم والتي تتبع لها هذا الطرف وذاك. هذه تشكل صمامات أمان إضافية بالإضافة إلى صمام الأمان المتمثل في مرجعية النجف. فهذه هذا تعدد صمامات الأمان يحول دون الوصول إلى هذه المرحلة من الاقتتال. نعم، أشكرك جزيلا. نعم. عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مالمو.